طب البسيط ده بيستخدم في ايه؟ البسيط قال لي بيوصف حقائق وعادات. طب يعني ايه حقائق وعادات؟ حقائق وعادات يعني تكلميني عن عادة انت متعودة عليها، بتصحي متأخر، بتذاكري يوم الجمعة، بتاكلي مثلا الأكلة معينة، بتذاكري في الأوضة يعني ايه حاجة انت متعودة، عادة بتعمليها، بتغسلي أسنانك الصبح، مش عارف بنام الساعة كذا، بصحى الساعة كذا، حاجات الناس متعودة عليها، عادة يومية بتتكرر. أو حقائق، إيه هي الحقائق؟ الحقائق طبعًا اللي هي حاجات متعلقة بالكون، الشمس، القمر، النجوم، السحاب، الحاجات اللي هي زي كده. قال لي هنقسم الضمائر بتاعتنا لفريقين، فريق الجمع وفريق المفرد. فريق الجمع يتكون من أربعة اللي هم أي ووي ويو وزي، ياخدوا بعدهم الفعل في المصدر بدون أي إضافات. أما هي وشي وإت ياخدوا بعديهم الفعل زائد إس. الفعل زائد اس. يعني مثلا هقول لما اقول انا العب اي بلاي، لكن لما اقول هو يلعب هي بلايز. نروح للسبور عشان نوضح عليها اكتر. اتفقنا ان احنا عندنا فريقين في ده، هناك كان عندنا ثلاثة، كان في ناس بتاخد ام وناس بتاخد ايز وناس بتاخد ار، لكن هنا اتنين بس، اي واختها يو واختها وي واختها زي، دول اسمهم ضمائر الجمع، ياخدوا بعديهم الفعل بدون اي اضافات. مثلا يلعب تبقى بلاي بس بدون اي اضافات، لكن لو اتكلمت عن المجموعة التانية هي واختها شي وكمان اي ات بتاعت غير العاقل واي اسم مفرد، دول بقى مش هيبقى معاهم بلاي، لا بلاي شكلها هيتغير وهنضيف لها اس، هتبقى بلايز. عرفت الفرق؟ يبقى الفرق ان هو بيتكون من حاجتين، هناك كان بيتكون من الاي ان جي بس لان الحاجة مستمرة، هنا بقى حاجتين، يا اما الفعل في اس يا اما الفعل في المصدر، يعني في المصدر بدون اضافات زي ما هو، بلاي يعني يلعب، ايت يعني ياكل، درينك يعني يشرب، اي فعل زي ما هو، لكن الفريق التاني بقى قال لي لا ده احنا هنزود الفعل اس فهتبقى بلايز eats drinks وهكذا وهكذا وهكذا. تمام؟ جمع، الجمع اللي هو المجموعة اللي فوق، لكن المجموعة اللي تحت هسميها مجموعة المفرد لأنها دايما بيجي معاها الايه؟ الاسم. أنا أطبخ اللحمة وبعدين هقول ماما تطبخ مثلا الأرز. ممتاز، حلو خالص. I وبعدين دخلنا على كوك ونزلنا ميت اللي هي اللحمة. طب والجملة التانية؟ رايس. ممتاز، حلو خالص. يبقى اذا الفرق هنا بقى ان احنا عملنا ايه؟ ان احنا استخدمنا الاولانية كان معاها كوك لكن التانية كان معاها كوكس. طب ليه عملنا كده؟ لان الاولانية اي تبع ضمائر الجمع فالفعل لازم يكون في المصدر بدون اضافات، اما التانية مام دي مفرد والمفرد ما بيسيبش الفعل في حاله لازم يزود له ايه؟ اس. تمام؟ طيب، طب لو هقول بقى، هقول مثلا ماما تطبخ الارز الان، ماما تطبخ الارز الان، مام كوكينج رايس. الله ينور عليك، ما شاء الله عليك، ممتاز يا اسراء. يبقى كل الحكايه ان احنا كنا ناسيين جزء من الزمن اللي هو از، يبقى مام از كوكينج رايس ناو. حلو قوي. طبعا الجمله التانية اللي هي ماما تطبخ الارز دي معناها ان انت مثلا في البيت او اي حد ممكن يطبخ اي حاجة الا ماما هي اللي بتطبخ الارز، وما قلتش دلوقتي بتطبخه بالليل بالنهار الصبح المغرب العشاء اي وقت، لكن لما قلت ماما تطبخ الارز الان يبقى بقى لازم استخدم اي ان جي لان الحاجة شغالة دلوقتي وانا شايفها بعناية. تمام؟ تمام. طيب نرجع بقى للخطوة التانية وهي خطوة النفي. كده انا عرفت ان انا لما هستخدم الجمع مع مين والمفرد مع مين، والجمع بيسيب الفعل زي ما هو والمفرد بيزود للفعل اس. انا عايز اقول بقى لا اطبخ اللحمة، وعايز اقول ماما لا تطبخ الرز، فطبعا هيبقى عندي كلمتين، كلمة اسمها don't
ويجي بعدها الفعل في المصدر يعني بدون إضافة. وهيكون عندي واحدة كمان اسمها doesn't، وبرضو هيجي بعديها الفعل في المصدر بدون إضافة. الاتنين دول معناهم لا، معناهم لا. فاكرة لا اللي خدناها قبل كده كانت ايه؟ الله ينور عليكي شاطرة، نط، وكانت بتيجي بعديهم صح كده؟ يعني كنت بقول is not، are not، can not، have not، has not، صح؟ تمام. هنا don't و doesn't هما الاتنين معناهم لا، هما الاتنين معناهم لا، ولكن بيجوا قبل الفعل، بيجوا قبل الفعل يعني مش بعديه. يعني لو عايز اقول انا العب اي بلاي، طب انا لا العب اي دونت بلاي، طب هو يلعب هي بلايز، طب هو لا يلعب هي دازنت بلاي. اهو دي زي كده بالظبط، نوت معناها لا ودونت ودازنت معناهم لا، بس نوت ليها اماكن بتيجي فيها ودونت ودازنت ليهم اماكن بيجوا فيهم. يلا عايزك تنفيلي الجملتين اللي انت عملتيهم اللي هما انا اطبخ اللحمه وماما تطبخ الارز. عايز اقول انا لا اطبخ اللحمه وماما برضو لا تطبخ الارز. الله ممتاز، mom doesn't cook rice. طبعا اللي حصل في الجمله الاولى ان احنا ما الا حطينا دونت عاديه ما كانش فيها اي تغيير ولا اي حاجه، ما الا ان احنا ضفناها ما عملناش حاجه عشان نقول لا، انا لا عشان تدي معنى لا، انا لا اطبخ اللحمه. لكن الجمله الثانيه لما كانت ماما مفرد استخدمت مين؟ doesn't، mom doesn't cook rice. في بقى ملحوظه انت اخدت بالك منها وعملتها بطريقه جميله خالص، ان الفعل بتاع المفرد كان كوكس يعني بإضافة الإس، لكن لما جينا استخدمنا دازنت شلناها منه، لأن اتفقنا إن الفعل بعد دازنت لازم يجي في المصدر، في المصدر يعني بدون إضافات، فعشان كده لازم أشيل منه الإس. يبقى هنا مام دازنت يعتبر داز خدت الإس منها فما عادتش تيجي تاني ورا، يبقى مام دازنت كوك رايس. فهمتيهم؟ علمنا كده طريقة تكوين جملة مثبتة وتكوين جملة منفية. تعالي بقى نتعلم حاجة جديدة وهي ازاي اسأل بهل. طيب احنا قلنا قبل كده ان السؤال بهل كان بيبقى عن طريق عملية المقص، وعرفنا ان كان الموضوع سهل جدا. هناخد امثلة على الشغل القديم اللي احنا تعلمناه. مثلا لو انا عندي جملة بتقول لي he is eating now، هو يأكل الآن، أو إن أنا أقول مثلا he can jump، هو يستطيع يقفز. طيب أنا بقى لو عاوز أعمل سؤال بهل على الجملة الأولى وسؤال بهل على الجملة الثانية، طبعا أنا أول ما بشوف is، is دي من إخواننا بتوع المقص، أروح بادئ بيها، يبقى is he والجملة بتتكمل زي ما هي. Is he eating now؟ هل هو يأكل الآن؟ ولو عايز أعمل على الجملة التانية برضه هعمل مقص وأروح قايل إيه؟ Can he jump؟ طبعًا هنا ما ضفتش أي إن جي لأن كان بتاخد المصدر، لكن إز بتاخد الأي إن جي. Can he jump؟ يبقى دي كانت طريقة هل المعتمدة اللي احنا اخدناها قبل كده، ان انا كل اللي انا عملته ان انا عملت عملية مقص مش اكتر، ما بين he is خليتها is he، وكذلك هنا he can هو يستطيع، رحت عكسهم وقلت can he، والجمل بتتكمل زي ما هي. لكن بقى لو انا عايز اعمل سؤال بهل في الزمن بتاع النهارده، زمن المضارع المستمر ده، هشتغل ازاي؟ قال لي لو هتشتغل في المضارع المستمر يبقى هنعمل طريقه جديده. امسح بقى القديمه اللي انا فكرتك بيها بتاعت المقص دي، مانيش عايزها خالص. طيب اجي بقى على الطريقه الجديده. قال لي بص احنا ماشيين فريقين، فريق ماشي بياخد الفعل زي ما هو من غير اس خالص، وفريق تاني بيحب يزود الاس في كل حاجه. فلو بدات الاحظ مثلا الاقي ان الفريق الاولاني خد بلاي ما فيهاش اس او اي فعل في الدنيا ما فيهوش اس،
وخد دونت برضو ما فيهاش اس، لكن الحج التاني لا زود اس في اخر اي فعل، وخد برضو دازنت بنفس الكلام فيها اس، يعني اقدر اقول ان الفريق التاني بيحب الاس وبيزودها للفعل. علشان كده لما اجي ابدأ السؤال بهل، قال لي هنبدأ الكلام بكلمة دو ويكون معناها هل، اما الفريق التاني هبدأ بدز ويكون برضو معناها هل. استنى يا استاذ انت هتلخبطنا، انت اديتني قبل كده في الحصص اللي فاتت ان دو ودز معناهم يفعل. هقول لك كلامك صح ممتاز، احنا خدناهم بمعنى يفعل لو جم في نص الجملة، لكن لو جم في اول الجملة لازم يكون معناهم هل، ويجي بعديهم برضو الفعل في المصدر زي ما اتفقنا، بس هنجيب بعديهم الشخص، يعني هنجيب بعديهم فاعل الاول سواء كان مفرد او كان جمع، دو او داز. بعديهم رقم اتنين الفاعل اللي هو الشخص، الفاعل اللي هو مين؟ الشخص. وبعدين هنجيب برضو المصدر يعني الفعل بدون اضافة زي ما احنا ماشيين. هعمل جمل وتعالي نشوف هنعملها ازاي. المصدر الفاعل وبعدها المصدر، يعني دو هي بلاي، داز هي بلاي، وهكذا. بس دو طبعا هتبقى مع الجمع، دو يو لايك هل تحب، داز هي لايك هل هو يحب، وهكذا. تعالي نشوف، انا هنا عملنا جمل قلنا اي كوك ميت، انا اطبخ اللحمه، ومام كوكس رايس، وماما تطبخ اللحمه، دي جمل مثبته عاديه. لما جينا نفيناهم استخدمنا دونت ودازنت معاهم، اي دونت كوك ميت ومام دازنت كوك رايس، وماما ما بتطبخش الرز. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي بقى؟ عايز اسال واقول هل انت تطبخ اللحمه وهل ماما تطبخ الارز؟ هنعملهم ازاي بقى؟ هنبدأ في الأولى. أيوه ممتاز، دو يو كوك ميت، هل تطبخ اللحمة؟ والتانية تاني واحدة هتبقى. أيوه، وبرضه الإس شلتها علشان إيه؟ ملهاش وجود هنا. داز مام كوك رايس، هل ماما تطبخ الأرز؟ طيب حلو خالص، يبقى دول الطريقتين التانيين اللي هم السؤال فيهم بهل، وطبعا بتكون الإجابة يس أو نو زي ما احنا متفقين. فأقدر أقول في الأولى يس أي دو، أو نو أي دونت، وأقدر أقول في الثانية يس شي، او مام عادي yes she does، نعم هي تستطيع، او no she doesn't. مفهومين؟ مفهومين؟ تمام. يبقى هنا بدأت بدو علشان كان الكلام على الجمع اللي هو يو، وهنا بدأت بدز عشان الكلام كان مفرد مع ماما. فطبعا لما بجاوب بياس بيكون عندي ياس اي دو او نو اي دونت، لان كده كده السؤال بهل، وطالما ان السؤال بهل فخلاص لازم تكون اجابتي ياس او نو او ما يساويهم. طب داز مام كوك رايس، تبقى الاجابه ياس شي داز او نو شي دازنت. ها واضحين؟ ماشي، قاعد خطوتين بس تاني. الخطوتين دول يا ستي اللي هي خطوة السؤال بأداة استفهام، خطوة السؤال بأداة استفهام. طيب دي هعملها ازاي؟ مش هتعملي حاجة جديدة خالص، كل اللي هتعمليه انك هتزودي أداة الاستفهام على الطريقة الأخيرة اللي اتعلمناها اللي هي طريقة هل دي، هتزودي وط هنا أو وير، وهتبقى هي هي. يعني أنا عايز أسألك إمتى طبخت اللحمة؟ خلاص احط وين اللي هي معناها متى في الاول، وكده ابقى انا ايه جاوبت وخلصت. اهو when do you cook meat او when does she cook meat، يعني ينفع اخد وين على الجملة الاولى
يبقى when do you cook meat؟ متى أنت تطبخ اللحمة؟ وينفع استخدمها هنا، أروح قايل when does mom cook rice؟ متى ماما طبخت الأرز؟ لأن when معناها إيه؟ معناها متى. ها السؤال بقى ده استفهام، في حاجة صعبة؟ سهل خالص، ما الا ان انا زي هل بالظبط، بدات بدو وجبت بعدها الفاعل وبعدين المصدر، خلاص احط الاداه في الاول. بس لو هسال بماذا بقى، يبقى هحذف كلمه لحمه وهحذف كلمه رز، علشان مش هينفع اقول ايه ماذا انت تطبخ اللحمه، لا ماذا انت تطبخ واسكت، ماذا ماما تطبخ واسكت. ها وصلت؟ حلو، ادي الخطوه اللي قبل الاخيره. الخطوه الاخيره بقى وهي الكلمات الدالة عليه، كل واحد ليه كلمات تدل عليه، زي ما خدنا ناو ولوك وليسن وات ذا مومنت مع المضارع المستمر اللي هو بيصف حاجة شغالة دلوقتي، هاخد هنا بقى خمسة زيهم بالظبط مع المضارع البسيط اللي يصف حقائق وعادات. طب ايه هم بقى دول؟ ماشي هنقولهم اهو. اول كلمة اسمها always، يعني دائما. كمان usually يعني عادة، واخد بال ان الاس نطقتها جيم بالاتنين المتحركين دول. بعدين often يعني غالبا. بعدين كمان ممكن اقول sometimes يعني احيانا، sometimes يعني احيانا. ماشي، واخيرا كلمه اسمها نيفر، عشان يبقوا خمسه زي اللي هناك، نيفر معناها ابدا. طبعا الكلمات اللي انا خدتها قبل كده دي، اللي خدتها هناك اللي هي ناو ولوك وليسون، كانت ينفع تيجي في اول الجمله او في اخرها، يعني ينفع اقول ماما تطبخ الرز الان، وينفع اقول الان ماما تطبخ الرز. لكن الكلمات دي بقى مكانها فين يا ترى؟ قال لي مكانها قبل الفعل، قبل الفعل، يعني تبقى تاني كلمة، تبقى تاني كلمة. عايز أقول ماما دايما بتطبخ الرز، يبقى هقول mom always cooks rice. هنا بقى أركز في إيه؟ إن الإس بتاعت always مش بتاعتي، ماليش دعوة بيها. كلمة always دي جاية كلمة دالة، هي اسمها زي ما هي كده always زي ما هي، لكن الاس زودتها للفعل بتاعي اللي هو كوك يطبخ وخليته كوكس. هي دي انا هنا اهو، هو دي الزيادة اللي انا زودتها، لكن دي ماليش دعوة بيها، دي اصل في الكلمة عشان الناس ما تتلخبطش. تمام. طب انا عايز اقول اسراء تكون دايما سعيدة، هي تكون دايما سعيدة مثلا، فهنا هقول ايه؟ هي طبعا يعني she، صح كده؟ she is always happy، إسراء تكون دايما سعيدة. طيب ممكن يتبادر لذهنك انك تقولي ايه ما ضفتش ing ليه لكلمة always او لكلمة happy، ليه ما ضفنا لهمش ing؟ هقول لك لا، ما ينفعش نضيف لهم ing. طب ليه ما ينفعش نضيف لهم ing؟ علشان دول مش افعال، دول مش افعال. طبعا always دي اسمها ظرف تكرار، وهابي دي صفه، فهما الاثنين ما ينفعش يضاف لهم ايه ing، لانهم ما هماش كوك يطبخ ولا بلاي يلعب ولا ايت ياكل، هما مش افعال اصلا عشان اضيف لهم ing. وصلت؟ الملحوظة بقى المهمة بقى اللي أنا عايزك تركز عليها، إن هنا كلمة always جت التانية، وهنا always دي جت الكام؟ التالتة. إيه الفرق بقى؟ قال لي لما يكون عندك فعل مساعد زي الجماعة اللي احنا خدناهم am وis وar ووز وير وكل دول، تبقى هي التالتة. لكن عندك فعل اصلي زي يطبخ ياكل يشرب يلعب ينام، تبقى هي التانية، يعني قبل الفعل. ها اتفهمت؟ طيب نروح بقى للمذكرة بتاعتنا ونشوف ايه المشروح فيها. الى على الكلام ده، يلا يا اسراء. طيب
I get ولا gets ولا getting up at 6 o'clock؟ ممتازة، لأن I جمع فياخد get. طب ليه ما خدناش getting هنا مع إن أنا ما عنديش دليل، لا عندي now ولا عندي مثلا always اللي هي دائما؟ طب ليه بقى ما خدتش ال ING؟ لأن ال ING لازم يكون قبلها am أو is أو are، ولا واحدة منهم هنا، خلاص يبقى ما تنفعش. طيب he watch watches watching TV every day. ممتاز، لأن هي مفرد والمفرد بيزود اس. طب قولي لي بقى، لو كانت دي is watching كانت تنفع؟ لا. الله ينور عليكي، ما شاء الله عليكي، ممتاز ممتاز خالص. طيب ننزل تحت على الجزء التاني اللي هو بتاع النفي. قال لي هننفي بقى، مرام تاخد don't ولا doesn't ولا isn't like cats؟ doesn't، لان مرام مفرد doesn't. طب isn't ما تنفعش ليه؟ لان في فعل اصل اللي هو like ويحب، اما لو قلت هابي سعيد ولا صفة ولا حاجة كانت ممكن. طيب بعد كده the boys الأولاد don't ولا doesn't ولا aren't play tennis every day؟ doesn't. طب هو boy واحد ولا boys كتير؟ يبقى هنا هتبقى don't علشان ايه؟ علشان البويز جمع. طيب انزل كمان تحت في آخر جزئية، وعايز اشوف بقى اختار دو ولا دز ولا ار يو لايك دوجز. قال له يس اي دو، دو علشان في النهايه دو وكمان يو جمع. طب اللي تحتها شي هاف ا كار، هي عندها عربيه؟ قال له لا نو شي دازنت، لا ما عندهاش. هتبقى ايه؟ دز علشان شي مفرد. ممتاز حلو خالص. طيب كذلك هتحللي الثلاث جزئيات دول وهتسيبي لي جزء النقط اللي تحت ده، علشان ده مش ايه يعني، مش ما عدتش الاسئله دي بتيجي دلوقتي، فمش عايزين نتعب نفسنا عليها على الفاضي. يبقى هتحللي لي كل الاسئله دي وهسالك فيها الحصه اللي جايه. هنزل لصفحه 67 كلمات.